بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان Setting Grid Guide and Ruler Preferences هنتكلم عن الجريد والجايد والرولر يا جماعة. دولت من ضمن الأدوات الجميلة خالص اللي بتساعدك عشان تعمل Alignment، تعرف أماكن العناصر بالظبط على البروجكت بتاعك فين. هنروح لقائمة فيو يا جماعة، لو رحنا لرولر وشلناها هنلاقي إن المسطرة الأفقية ديت مسطرة أفقية ومسطرة رأسية متشالة طبعا بين الزهرة. الجريد لاينز يا جماعة ديت مثابة جريد لاينز، بتقسم لك مساحة العمل لبيكسلز معينة عشان تحاول تحط فيها العناصر بتاعك وتحذيها. الجانب الثالث الجايدز، الجايدز ديت بمثابة أبعاد أفقية، زي أنت فين من محور سين وفين من محور صاد، بيقسم لك المشهد لأربع أجزاء عشان تحاول تحافظ على على وحدة العناصر جوه المشهد بتاعك لو انت كنت بتقسم المشهد ليه اكتر من زاويه. ده بالنسبه للجانب ده. عشان نفتح البريفرنسز يا جماعه جاست هنضغط على السهم الصغير ده، كليك هيفتح لنا الجريد اور جايدز بريفرنسز، او لو ضغطنا كليك يمين واخترنا مثلا من خلينا نعمل سيلكشن، نروح على قائمه فورمات وفين اللاين، من اللاين هنبتدي نروح على جريد سيتنجز، هيفتح لي نفس المشهد برضه. الجريد جايد اولا حاجه اسمها اول نقطه سناب اوبجكتس تو جريد، بيخلي لك الاوبجكت سناب على الجريد. تمام، لو عملنا اوكي وخلونا نظهر الجريد بقى من قائمه فيو، نبتدي نظهر الحاجات ديت. لو انا عملت سيلكشن هتلاقي ان الاوبجكت الحركه بتاعت العناصر بتاعك تسناب، يعني ايه هي لوحدها بتلاقيها تتشد كده بشكل اوتوماتيك اهو علشان تتحط في مكان معين بالنسبه لمين، بالنسبه للجريد الموجوده في الخلفيه. لكن لو انا يا جماعه كنت شايل القصه ديت تمام وعملت اوكي، هلاقي ان العنصر بتاعي في يتحرك زي ما انا عايز من غير ما هو يسناب لي، من غير ما يسناب للجريد، بس بيسناب للعناصر اللي جنب منه، فاهمني؟ ده الجانب. الجانب التاني خلينا نقول السناب اوبجكتس واذر اوبجكتس، بيبتدي يعمل لها سنابنج للاوبجكتس اللي جاي منها. يعني لو جربت مثلا من اوبجكت جنب منها تلاقيه عامل لك الخط اللي على الناحيه الشمال ده، ولو جربت من على الناحيه اليمين تلاقيه عامل لك الخط ده، لو جربت كده فبيحاول يدي لك زي ايه ارشادات انت بتحاول تحذيه بناء على عنصر تاني جنب منه، في حين ان انت لو شلت القصه ديت هتلاقي ان العنصر فيه ترانسفورم خالص معاك، ملوش دخل لاي حاجه انت عايز تحطه في مشهد بشكل حر من غير ما يسناب لاي شيء، ولا الجريد ولا الاوبجكتس اللي جنب منه. ده جنب. الجانب التاني بالنسبه للسبيسنج، السبيسنج اللي ما بين ما بين البيكسلز اللي ما بين الجريد، يعني اللي هي المسافه ما بين الخط ده والخط ده كام بيكسل. انا عندي 8 خلونا مثلا نخلوها 12 وعملنا اوكي، هنلاقي ان المسافه دي تبتدي تزيد شويه، يعني عندك 12 بيكسل ما بين كل جايد ما بين كل جريد والتاني. ديسبلاي جريد اون سكرين لو ضغطت عليها طبعا هيبتدي يظهر لك الجريد طبعا زي ما انت كنت بتقول الجريد لو ضغطت عليها وتشيلها، هي نفس الفكره يعني بالظبط. تمام، الجانب التاني كان ديسبلاي دروينج جايدز اون سكرين، لو شلتها وعملت اوكي هيبتدي يشيل لك الجايد لاينز اللي هي كانت عامله علامه الزائد ديت يا جماعه، اللي هي الجايدز من هنا اللي قلنا بنلاقي بيها المحاور بتاعتنا. ده الجانب. الجانب التاني كان خاص بديسبلاي سمارت جايدز وين شيبنج الاين، لو انا شلت القصه ديت وانت بتحاول تعمل الاينمنت للحاجات بتاعك مش هتلاقيه يبقى سناب ليها، فاهمني؟ بعكس لما انت تكون منشط الامر ده وتعمل اوكي فبتلاقيه هو وخلينا الاي بنظهر الاول الجايد لاينز، بتلاقيه يبقى سناب الجايد لاينز ديت عشان يعني يدي لك المحاذاه، بحيث ان انت بتلاقي مكان بناء على الجايد لاينز الموجوده ديت. ده الامر الاخير اللي هو كان ديسبلاي سمارت جايدز وين شيبس ار الايند، الجايدز اللي بتقول لك ان انت هتحذيها، بس هي لازم تبقى متنشطه بصراحه اوبجكت تو اوبجكت عشان تلاقي ان الفكره ديت ان اهو هو بيحاول يعمل لك ديسبلاي الجايدز اللي على الناحيه الشمال ديت، اه انت بتحذيه بناء على الجانب ده او بتحذيه بناء على اي جانب تاني. ديت القصه بتاعت الجريد والجايد لاينز، القصه كلها خاصه مسألة المحاذاة للعناصر الموجودة جنب بعض عشان تحاول تطلع التصميم بتاعك في نوع من أنواع الوحدة والعناصر بتاعتك ما بينها وما بين المسافات مثلا متساوية أو متشابهة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.